يدين كأني أكلت خلاص، كأني أكلت كأني أكلت. والحبيب قال نحن قوم لا نأكل حتى أحد، أنا ولا مرة بكون جعانة إلا بالجميع. تروحوا لعند أهل الجماعة بركة الله، وجبة بالنهار القيمان، كل الأكل اللي بيبقى قبل الفجر ينحط على الباب برا. بنقمي بدي يطبخ كل مرة، أقول يا ربي دخيلك ما يجي دوري، ما يجي دوري، ما يجي دوري. طلع فيها اللي أنت تطبخي بكرة، ما في شيء، مي ما في من الجماعة خلاص. اللي بيجوا بالنهار بناكلوا عشية قبل صلاة الفجر، بيجوا الناس بياخدوا. قلت له بس، قال لي ايه ما في شيء، ما عندك سقا، مين عم بيعطيك النفس؟ هيك قال لها ستنا عائشة خبت 5 دنانير. قال له ولا طلعت، قال في واحد سمعت عم بيقول جوعان وعطشان وعريان وضايع، قال له سامحني. انبسط الحبيب، قال لها هلا بروح لعنده. يعني بالأمانة اللي أعطاني إياها قدمتها، مالك سقا. وهيك صرت فكر، قال لي اسألي شو بدهم ياكلوا؟ قال شو بدك تتروق بيض على هيك على هيك وانت وانت؟ كنا بالالوف، ما قدرت نام طبعا، الاكل كله برا وشو الناس اخذوه. شوي وقف كميون كبير، قال لي هون بيت بركة الله، قلت انا بدي اجي اكل كمان. قال لي قلت له ياس انت شو معك؟ قال لي معك كيس الطحين كامل، الطحين بالقشر انتوا هيك بتاكلوا. قلت له ها من اللي وراك؟ قال لي هي الورا معه بيض وهديك مدري مش معه، كله كلنا جايبين اكل، ما كنا بنعرف صار كله عندي الحق الثاني. طلعت لقيت بركة الله وراي، قرب هيك وغمرني، قال لي يا امي خليه يضل لك ساعة. قلت له بس الساعة معك؟ قال لي مش معي، مع الله مع الله. قلت له انا الله ماني شايفته وانت بتشوفه وانا ما بشوفه، انا بالكيد قرا الاكل. هو عنده تواصل معه، وجه همدي وجه مو وجه. في كثير ناس عندهم هالكرامات، بتلاقيهم عندك يعني مشكله وهيك، الله انا بروح لعند الامير الوزير، هو بيجي لعند الحبيب. تتذكر اللي راح تزور قبر الرسول؟ السلام عليكم، حكي هو طلع لقى في ناس، قال لهم شفتوا مثل ما انا شفت؟ نخ على الارض، قال لهم بعثوا لي عرق، قلت احنا ما استكبر. انا بستكبر أوي بس شوف شي إشارة، ولك الإشارة بإشارة بتجي للضايعين، بس شوفي إشارة كفي السحر وقولي الله أكبر، ربك فكبر ربك فكبر. لا، كنا ضعف بالاستكبار. والله هيك مثل ما قال له، قال له بس ليطمئن قلبي، قال له اخلعني حالك إيه تراني حبيبي على سيدنا إبراهيم وستنا هاجر. قالت له مين قال لك؟ الله. قالت له زعل، شفت ابن عم بيموت مدوا مي، قالت له لابني وطلبت له وجيت وما قالت له زم 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 هلا شوي 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 بس للمدد وللمدى وللابد. بتاخذوا مي من بير زمزم بسموها ووتر باور، بتشوفوا المي بفحصوها يا حبيب قلبي وجمالك فيها مثل نفنه في الثلج. انت خذ هالمي، اي مي بدك اياها، قول كلمه قبل ما تشرب، قول كلمه قبل ما تاكل، قبل ما تطبخ، قبل ما تنام، وهيك بتحول السم الى سمسم. واذا كل الوقت السمسم بتحوله الى سم، انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. تتذكر وقت في ناس راحوا من هون من مصر بدهم يشوفوا جلالة الملك الحاكم عمر بن عبد العزيز؟ اصلاح السعودية وين من جلالة الملك عندكم؟ ما عندنا ملك، عندنا خالد. شو قال لي اسمه عمر يعني؟ قال له وينه؟ قال له تحت الشاشه. قال له عمر، عمر يعني يعني هذا اللي حاكم مكه والمدينه وكل عيوني. قال له حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر. اكرم الله الاسلام بالعمرين 5. شو عنده؟ شو شافوا علي وابنه كلهم ظهروا اسود هون يحمل يروح يشق على الناس هيك تنصت عليهم؟ مش هلا بتنصت علينا، شو عم نحكي؟ بس اللي عند مرة قالت له ولادي ناموا من الجوع غفيوا، بس ولاد جارتي هون اهلها حتى
بليله بعدو عم يبكوا من الجوع. خد لك يا سلام على عينه. وين راحوا؟ لانه هالكعك من على عشان كانوا يا امير المؤمنين، هلا يا امير المنافقين. ما في مؤمنين. كان يفوت على بيت المال، ومره سيدنا عمر مدري وين راح، قال شو عملت غلط ما فتت على بيت المال؟ مره في مره رفعت صوته وخبرته انه مين اصلا انت او القران؟ قال القران، قال القران هيك بيقول بالمهر. قال كلكم افهم من عمر. طلع عمر واعتذر يا حبيبي. مره قالت له مرته اشتريت ضحيه، قال منين جبت المال؟ قالت له وفرت نص درهم، نص دولار، نص دينار، شو ما بدك. قال لهم اثنين ونص لكل المسلمين. مثل سنين مو شفتك يا عمونا. هي ما هيك والجميع بدنا نعيش. بقول له يا نهله بقى نعمل هيك، اذا انت جوعان انا جوعان، اذا انت جوعان انا جوعان، اذا في حدا على الطريق اذا انت وانا انت دي بدا دا دا. هيك بدنا نعيش، نعم هيدا من حقنا. انا بعيش هيك بالجميع. بنحط برا سله، يا بتحط مصاري يا بتاخذ، هيك سله مفتوحه، صدر. الله بيرزقنا، ولا مره جوعني، ولا مره عريت، ولا مره عطشت. دايما بتتذكر وقت اللي كان نعم الحلاج منصور رايح على الحج، قال له طلب شغلي، قال له بده ايانا نعطش، قال له طلب خبز تناكل جوعانين، قال له بده ايانا نجوع رح يموت، بده ايانا نموت ادرى بحالي واغنى عن سؤالي، شو بدي عن قطب شو انا شحان؟ سكت وقع وقع، قال له ما تطلع لبرا بامر من الله قدر القادر وما قدر. طلع هيك لقى فيه نعجات معزيات عم تمشي، ما في راعي، طلع نار. بس عندهم الايمان، عندهم الثقه، مش مثلنا انه تبخوا بنا. طيب لي ثقه يعني، بس انه سكروا مثل الولد الصغير كتب مكتوب إلى الله، راح على البريد، قال لهم بعت على المكتوب أنا لا الله. طلعوا فيه هيك بسطوا فيه، فتحوا المكتوب، يا الله. بعت لي 100 دولار لأنه بدي أشتري بسكليت بهالقد، هيدي وأختي بدي أعطيها هالقد والمام هيك والباب، بدي 100 دولار منك. هم جمعوا من بعضهم هيك شي 70 80 دولار، وبعد إجا. قال لهم اجاني مكتوب من الله، قالوا له ايه، اخذهم راح على البيت، رجع كتب مكتوب لله، قال لك شو بده؟ قال له يا الله لا بقى تبعتهم بواسطه البريد لانه سرقوا منهم، حراميه هو ما بيسمع له، نحن كنا حراميه. احترامي للحرامي صاحب المجد العصامي. كلنا بدنا نقوي نوايينا، وبدها تكون حاضره ما تسمع شو عم نحكي. شوفوا بين كل كلمة وكلمة في جاب فجوة هالشيء، هيك تكون قاعدين بحضرة، مشان هيك الطفل بضل سنتين تيحكي بسرد شو تيحكي شو بده يحكي. حضروا فيلم بيردي 16 سنة ما حكي، بعدين حكي طورني يا ماما يا حكيت ما هيك، ليش ما حكيت قبل؟ قال لها لمين بده يحكي؟ ورجع سكت. شافنا هلا لا جهل الجاهلين، قال له من تقصير العالمين، يعني جهل الجهلاء من تقصير العلماء. كاتم عن الحق شيطان اخلص، احكي كلامه بس حطه بموضع الوفاق مش النفاق. انما وقع على الانترنت هلا فيها في الفيسبوك جوا وبرا، في اشياء فينا نتواصل، صله الارحام يا حبيب قلبي. قال له شو هذا صله الارحام؟ قال له وقت اللي بيموت الاستكبار. حبيبي هالايجو ليت جو اند ليت جاد، مش معناته اعلو ما بعمل شيء، لا اعجل وتوكل. بس لما تبلش يطلع الاستكبار، بلش يطلع الاستكبار انه انا شخصيا وانا هيك ليك شو اخذت الشهادات. اول ما طلعت على الاعلام بالعرب يا جدة العرب بيدعوني كلهم يعطوني هيك كذب زباله، مشايخ كرموك ما بدي حدا يكرمني، مينك انت تكرمني؟ هلا صرت يا جدة العرب، ما حدا بيطيقني. البي بي سي وغيره بيبعثوا وراي احكي بجيون امر دغري، ما تحطوا مريم نور على التلفزيون اكيد، لانه الخطره خطره، هيدي فطره الانسان، ما لازم نعرف الحقيقه، فتش على الحقيقة. كان في محل ببيرون اشتري منه معجنات ومأكولات طيبة كتير. جارتي أنا عندي جارة بزورة ووحدة بالخنشارة، هوديك عندهم الحكمة وهي وهي، وهودي عندهم الهبل وهو عندهم العقل، شوفوا اثنيناتهم بتعلم من اثنين.
تحب اجعلك لنا 40 سنه سوا جيران انا بهالبنيه وبهالبنيه. بنت بنتها طلبت شيء اسمه مدري شو هيك نوع من البونبون كوبيدو. قلت لها وين بفتش عليه؟ فتش 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 رحت على محل قالت لي عنا هاي بكره. رحت 20 دولار الكيلو. شوف كنت سالت المحل اللي بشتري منه اكل قالت لي جبنا اليوم نوعين 40 دولار. قلت لها ليكي انا اخذته من هونيك. قالت لي لا بس هي نحن شغلنا صدقتها بس صار عندي شك. رحت لهونيك قلت لها ولي هي شغلكم ولا شغلها هيك صار معي؟ قالت لي لا شغلها ولا شغلها المعمل واحد. نحن بنحط اسمنا وهي بتحط اسمها بس هي ماركة يعني بيجوا لعندها كل العرب وهيك الكيس. صرت شك انه تشتري من عندها الفطيرة بثلاث دولار فطيرة عجين بسبانغ بسلق. نزلت على محل البلد اسمه شيبو القهوة لقيت نسوان مجتمعين اجتماع كبير للنسوان صغيرة بعمري كلهم عاملين عملية تجميل وشدين حالهم لابسين جينز وهيك كلهم مغيرين ونفسين شعراتهم اللي عم بتدخل. بس اجت مجرى مكان اجر الشيطان لان انا ما بدي ميك اب اللي عنده ويك اب وبسبهم كلهم بلطف وبلا لطف. بس شفتني هي بتسالني وهي بتسالني وبتسالني هربت. بعدين لحقتني وحده هربت مدري شو فتح محل لقيت اسمه غطاس. قلت له بدي اغطس لي بهالغطسه بتشوف لقيته ببيع معجنه. والله مثل بشتريهم انا من هونيك. قلت له عندك شيء هيك مثل هاي بيتزا بس ما فيها جامبون؟ قال لي في مره طلبتهم اربع دزينات من ثلاث اربع ايام. هيدي انا طلبتهم من هون من عند هاي نوره المحل الغالي. قلت له شو بتاخذ منك؟ قال له كل شيء بتاخذه من عنده. قلت له انا ما بعرف هيديك بس انا لفت لعندك شوي فيت واحد قال له لك ما بعرف لا مطرح كلهم كذابين كلهم من عندك. هو بدولار هي هونيك بثلاثة هديك باثنين بس كله. اشتريت من عنده وعنده اشياء كثير طيبة. تاني مرة كنت انام بيجوا انا اهل البيت بنسهر في حدة اشتريت من عنده عشا فطاير وهيك وهيك ونظيف ومنيح معروف ابو فاضل 272 دولار دفعت. كبة لقطين وفطاير هيك بلا جنبون وهيك ونضاف الجميع معملهم راح عليه واحد من اهلنا. رحت طلبتهم هن عملوهم بمحله. رحت طلبتهم من عند غطاس 46 دولار. قلت له ليه غطاس؟ غطاس طعم انا جارتي بنت نائبه المحامين قال لي بيشتروا من عندي. طلعت لفقت له منين بتجيبوا معجنات على النقابه؟ قالت لي من عند غطاس هودي كلهم كذبه. يقصف عمكم لو قلتوا لي من زمان بس هذا القدر. هلا بمرق لعندها لنورا بشتري شيء من عندها صرت بعرف منين بجيبها منين بجيبها. واجى لعندي حبيب على قلبنا كلنا منصور قال لي لا تفتشي على الغالي فتشي على الحق. سو فتش وين في ناس وخصوصي يلي معاقين هيدا لنهله بس بدي فرجيكم هي بيعملوا ناس معاقين. قال وحطوا لي هاي ورده. قلت لهم لحمص قال خذوها خذيها لنهله. انا منهم بشتري صف صف عملوا سقفة تياب تياب بلزقوه. بدنا نطلب من كل شركة بأمريكا أو بأوروبا تشغل معاقين تدفع ضريبة أقل. بيتك جنينتك بتكون حلوة وتدفع ضريبة أقل لأنك عم بتحسن بالدولة. أنا أوسخ بناية يمكن بلبنان ساكنة واللي ساكنين فيها اللي نقيا ينضح بما فيه كمان وسخين كلهم بيركضوا تيطلعوا مصاري والبيت 80 متر. بيتي ما له علاقة بكل البنايات وبكل الأشرفية ويمكن بكل لبنان. بفوت الحرامي اللي عندي بنصير أصحاب ما في شيء يسرق. إذا سرق كتاب تيقرا إذا سرق زريعة بده يسقيها. سو بنقعد مع بعضنا وبنقول أهلا وسهلا بالنوايا.